كملوا ساسو البنات في الكباري. الوي الوي الوي، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. كل عام وحنا بخير. شكر اسفي مرجل زين، مرجل فنون، وتحيه للناس تاع اسفي. الله يجعلو كل عام مبارك مسعود علينا وعلى الاسفي كله. صاحبي هذا المهرجان ديال اسفي وحنا كنفتخروا به. هادشي من زمان حنا باقي كاع ما كاينين. هاد المهرجان كيدار وفي ما دار غنجوليه، وكلشي ديال الله، كلشي ديال الله. كنقول العروبيه، العروبيه راه اللي عندو جبد ولا جبد ولا بعد احمد. اللي عندو الرزق دابا كاين غير الرزق، اما كاين لك هذاك هذا لا والو. كاين الفلوس، عندك الفلوس حتى هو العالم، ما عندكش فلوس ولا بنت احمد. حنا ملي فان ديالو، انا شارك بالشيخات صراحه. فراوشمون نقول لكم ما كاينش ود الحواد الشيخات. تبارك الله الزين، ثلاثه الشيخات تبارك الله. فين غنلقاو حنا ثلاثه الشيخات؟ وصراحه كلشي على الشيخات. ود الحواد تا هو راه مسكنا، وراه ستوكاج عمرنا ديال التليفون بسبب هو. رائع رائع، وكلشي مزيان، وتبارك الله على المهرجان، تبارك الله على الجمهور، كلشي مزيان. هوان وراكم شفتوا الحمد لله الجمهور كيفاش كان كيتجاوب معنا، لا من النظام ولا من السلطه المحليه ولا من الامن. الحمد لله كلشي كان في مستوى، وهاد الناس شاركتهم بزاف ماشي على المهرجان، حتى في المناسبات ديالهم، في الافراح ديالهم. هاد الناس كبرنا معاهم، حتى الكتاب اللي كيكتبوا لي كلمات الحمد لله راه من هاد المدينه اسفي. عمر الزيدي راه معروف مدينه اسفي، هذا هو احسن كاتب عندي، هو اللي الحمد لله خذينا منه، استفدنا منه بزاف د الحوايج. الحمد لله الشهره طلعت من عند السي عمر الزيدي، هذا هو الكاتب ديالي راه من مدينه اسفي. وليت نقول للجمهور الكريم الحمد لله راه الجديد قريب ان شاء الله، ما قريب بقى واحد السيمانه ان شاء الله يكون غيكون الجديد ان شاء الله. هاد الناس كبرنا معاهم، هاد الناس، هاد الناس كنعزهم بزاف. مدينه اسفي راه كبرنا فيها، عندنا عائلاتنا هنا، عندنا كنا جيران واحد الوقت، دابا ولينا عائله وحده. كان الدكاله ما عبدونا، دابا ولينا عائله وحده دابا الحمد لله. لا ما كاينش خلاف، العيطه عيطه وحده، كي الدار البيضاء كي اسفي، في المغرب كله عيطه وحده. واني هذا هو الصراحه المدرسه ديال العيوط، هو اسفي هذه مدرسه كبيره ديال العيطه هنا. وتبارك الله عليكم. تنقول لكم ان شاء الله، نقول للجمهور الكامير الكريم ان شاء الله راه قريب الجديد، راه في هذه السيمانه ان شاء الله غادي يكون جديد ان شاء الله. وتبارك الله عليكم.